نظم الأعداد التي يتعامل معها الحاسب أو النظم العددية التي يتعامل معها الحاسب أو النظام العددي اللي بيتعامل معه الحاسب هو البيناري سيستم. بيناري سيستم أو النظام الثنائي. هل توجد نظم أعداد أخرى يتعامل معها الحاسب؟ أكيد، مثل ديسيمال سيستم أو النظام العشري، ديسيمال، أوكتال الثماني، هكسا ديسيمال الستاشر. تاني كده، إذن يتعامل الحاسب مع مجموعة من نظم الأعداد، ما هي؟ يتعامل مع النظام الثنائي والعشري والثماني والستاشر، البيناري والديسيمال والأوكتال والهكسا ديسيمال. ممتاز. طيب ما هو النظام اللي بيفهمه الحاسب؟ النظام الثنائي. طب النظام الثنائي بيتكون من ايه؟ بيتكون من الزيرو والواحد. اذا اي نظام وانت بتنطقه يبقى اعداده اقل من اساس هذا النظام، يبقى النظام الثنائي واحد واثنين. النظام الثنائي واحد واثنين. طيب والنظام العشري من واحد اثنين ثلاثة لحد تسعة، والنظام الثماني من واحد لسبعة. النظام الثماني من واحد لسبعة. طيب والنظام الستاشر ده اللي تخلي بالك منه كويس جدا. ليه أخلي بالي منه كويس جدا؟ لأن هذا النظام بيتكون من حروف وأرقام. الحروف A B C D E F. الأرقام 0 1 2 3 لحد 9. إذن النظام الثنائي 0 1، النظام العشري من 0 ل 9، النظام الستاشر، النظام الثماني من 0 ل 7، وزي ما قلنا النظام الستاشر أو الهكساديسيمال بيتكون من الأعداد لحد 9، ثم يلي ذلك الحروف A B C D E F وهكذا. إذن عندي أربع نظم: البيناري سيستم والديسيمال والأوكتال والهكسا ديسيمال. لازم تبقى عارف كويس جدا أن أي نظام لابد أن تتعامل مع البيزك، الديجيتس، البوزيشن والكونفرسيشن. أول حاجة البيزك ده أساس النظام. في النظام الثنائي 2، في العشري 10، في الثماني 8، في الستاشر أو الستاشر 16. الديجيتس أو الأرقام المستخدمة أقل من أساس النظام بواحد. ممتاز. طيب أنا هستفيد إيه من نظم الأعداد؟ لازم تكون عارف كويس جدا إزاي تحول من الثنائي للعشري والعكس، ومن الستاشر للثنائي والعكس، ومن الثماني للثنائي والعكس. تمام. أول جزئية عندنا هي النظام العشري. النظام العشري ما هو النظام العشري؟ 0 1 2 3 لحد 9. تمام. من 0 لكام؟ ل 9. طيب أساس النظام 10، هذا أول نظام عندنا. ناخد مثال؟ ناخد مثال. ما هو هذا المثال؟ الرقم 7654.23 من ميل. الرقم 7654.23 أو 23 من ميل. ما له بقى الرقم ده؟ هاخد كل رقم من هذا الرقم وحلله إلى ما يقابله بالنظام الثنائي، وتطلع في النهاية 0 and 1 أو ما يعادله بهذا النظام. أول رقم عندي السبعة، الثاني 6، ثم 5، ثم 4، بوينت 23. تمام. طيب إذن هاخد كل رقم على حدة وأحوله إلى ما يقابله بالنظام الثنائي. وأنا لسه كنت بقول لك حالا
أن النظام العشري يتكون من الأرقام من 0 الكام لتسعة، ما تنساش، وأساسه 10. ناخد أهم نظام عندنا وهو النظام الثنائي. ما هو النظام الثنائي؟ نظام ترقيم عد أساسه 2 أو الديجيتس بتاعته 2، بيتكون من أرقام الصفر والواحد، والبنية الأساسية بتاعته بايت. وكل الإلكترونيكس كومبيوتينج أو نظم الحاسبات بتتعامل دي زي ما بنقول النظام الثنائي. تمام، طيب إيه اللي بعده؟ النظام اللي أساسه 2 ونظام أساسه 10. أساسه 2 ده النظام الثنائي، وأساسه 10 ده النظام العشري. تمام، مثال، حول النظام العددي 110.101 من النظام الثنائي إلى ما يقابله بالنظام العشري. هتبدأ تتعامل مع أساس هذا أو الأعداد الموجودة بهذا النظام، يبقى 0 في 2 أس 0 0 في 2 أس 0 زائد 1 في 2 أس 1 زائد 1 في 2 أس 2 زائد 1 في 2 ماينس 1 0 في 2 ماينس 2 1 في 2 ماينس 3، لأنه الأرقام اللي بعد العلامة العشرية بيبقى مرفوع لأس بالماينس. ننتبه كويس جدا لهذه المعلومات. طب الأوكتل أو النظام الثماني 0 1 2 لحد 7، أساس هذا النظام 8. سهل جدا انك تحول هذا النظام الى النظام الثنائي او اي نظام اخر. رابع واهم نظام هو الهكساديسمال سيستم او نظام مين؟ الستاشر. النظام الستاشر فيه ارقام وفيه احرف، يعني 0 1 2 3 لحد 9، وعند الرقم 10 مفيش رقم 10، ياخد الحرف الابجدي A ثم B C و D و E و F. يبقى الارقام من 0 ل 9 متعارف عليها في النظام العشر، اما الاحرف الابجدية فتشير الى الارقام التالية. الرقم 10 يمثل الحرف الابجدي A، الرقم 11 يمثل الحرف الابجدي B، 12 سي، 13 دي، 14 اي، ثم 15 اف. تاني، النظام الستاشر بيتكون من 0 1 2 لحد 9، ثم اي بي سي دي اي اف. من 0 لحد 9 متعارف عليه، لما يجي الرقم 10 يتم استبداله ب الحرف الابجدي A، لحد ما توصل للرقم 15 يتم استبداله بالحرف الابجدي F. ما هو اساس هذا النظام؟ 16. For example، حول الرقم التالي ده بالنظام الستاشر. هتعرف منين انه بالنظام الستاشر؟ من الاساس. هتعرف منين ايضا انه بالنظام الستاشر؟ من الاحرف الابجدية من A للF. كيف يمكن التحويل من النظام الثنائي للعشري؟ كيف يمكن التحويل من النظام الثنائي إلى النظام العشري؟ للتحويل من النظام الثنائي للعشري توجد طريقة يتم على أساسها الحصول على 0 and 1 المقابلة للنظام العشر
المقابلة للنظام العشري. لتحويل أي عدد ثنائي إلى مكافئه أو مقابله العشري يجب علينا استعمال قانون التمثيل الموضعي للأعداد، يعني كل عدد له بوزيشن، وده بينطبق لما يكون الرقم الثنائي صحيح أو كسر، مع مراعاة إنه الأساس 2. N equal A. R أس N زائد R أس N ناقص 1 زائد وهكذا. مثال: تحويل العدد الثنائي التالي إلى مكافئه العشري: 11001.011. هنا عندك جزئيتين في هذا المثال، انتبه كويس جدا، إذا فهمت المثال ده هتفهم أي حاجة بعده. عندك 11001.11001، وعندك 011. اول واحد من الشمال واخد بوزيشن رقم 4. ليه رقم 4؟ لانه 11001 الواحد ده كان البوزيشن اس 0، اللي جنبه اس 1، اللي جنبه اس 2، ثم اس 3، ثم اس 4. طيب والكسر بالماينس؟ إذا تشوف العلامة العشرية فين؟ اللي يمين العلامة العشرية ماينس 1 ماينس 2 وهكذا. اللي يسار العلامة العشرية أول رقم يسار العلامة العشرية أس 0 ثم أس 1 وهكذا. إذا N equal، انتبه، N equal 1 في 2 أس 4 زائد 1 في 2 أس 3 زائد 0 في 2 أس 2 زائد 0 في 2 أس 1 زائد 1 في 2 أس 0 زائد 0 في 2 ماينس 1 بلس ماينس 2 بلس ماينس 3. هنا N equal 2 أس 4، يعني 2 مضروبة في نفسها 4 مرات، يبقى 2 في 2 في 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 8 ب 16. تاني 2 أس 4 معناها ايه؟ عشان الناس بتتوه في الجزئية دي وبتفقد التركيز، يعني الاثنين مضروبة في نفسها 4 مرات، أو الأربعة مضروبة في نفسها مرتين، الأربعة في 4 ب 16، أو الاثنين مضروبة في نفسها 4 مرات، 2 في 2 ب 4، 2 في 4 ب 8، 2 في 8 ب 16 بلس 2 مضروبة في نفسها 3 مرات ب 8، زي ما قلنا 2 في 4 و 4 في 2 ب 8، يبقى زائد 1 في 8 زائد الصفر تنضرب في كل حاجة بصفر، يبقى الجزئية دي والجزئية دي بزيرو ملناش علاقة بيهم، يتبقى لنا مين؟ 2 أس 0 ب 1، يبقى 1 في 1 زائد زائد ايه؟ 2 أس ماينس 1 مضروبة في صفر تطلع بصفر، يبقى 2 أس ماينس 2 بربع، و 2 أس ماينس 3 بتم. مين يقدر يقولها ببساطة خالص؟ 2 أس 2 بأربعة، بس دي بالماينس، يبقى 1 على 4، و2 أس 3 ب 8 بالماينس، يبقى 1 على 8. إذا N equal 1 في 16 ب 16، 1 في 8
بـ8، يبقى 16 و8 24، زائد 1 في 1 يبقى 25. نسيب ال 25، نسيب دلوقتي كام؟ ال 25. اذا 16 و8 و1 يدينا 25، يبقى الاجابه بتاعتي اللي هي 1 1 0 0 1 دي طلعت ب 25 دوت. بقي لي ربع زائد تم. طبعا فاكر كويس جدا توحيد المقامات هتديني كام؟ 625 من 1000، لان ربع يعني 25 من 100، زائد تم يعني ايه؟ الناس عارفه ولا مش عارفه؟ 1 على 8 يديني كام؟ نجمع الاثنين دول على بعض يطلعوا 625 من 1000. لو شلنا الخمسة وقلنا 62 من 100 وطلع منهم 25%، يتبقى معاك كام؟ حوالي 40% او 38%، وهكذا. مرة تانية عشان الجزئية دي خطيرة ومهمة. هذه الجزئية خطيرة ومهمة. يعني ايه خطيرة ومهمة؟ نركز مع بعض، نركز مع بعض. ده رقم، الرقم ده ثنائي، هذا الرقم ثنائي، انا عايز المقابل ليه بالعشر، او الرقم اللي هو ده هو 1 0 0 1 1، ادا 1 0 0 1 1. ممتاز. طيب وصفر 1 1، ادا الصفر، وادا 1، وادا 1. تمام. اللي بعده خلي بالنا كويس جدا من اللي بنقوله. هرفع للأس، اللي يسار العلامة العشرية أس موجب ويزيد، أو الرقم يعني الواحد ده هو أس صفر، والصفر نزود 1 يبقى أس 1، والصفر التاني أس 2، والصفر التالت أو الواحد التالت أس 3، والرابع أس 4. ممتاز. وبالموجب يبقى 1 أس 0، 0 أس 1، 0 أس 2، 1 أس 3، 1 أس 4. تمام. البوينت أهي، البوينت اللي موجودة عندنا أهي، الفيصل بتاعنا هو البوينت او العلامة العشرية. طيب العلامة العشرية يبقى اول رقم يمين العلامة العشرية مباشرة يرفع لأس ماينس 1. ليه؟ لانه كسر، يبقى الصفر ده هو أس ماينس 1. طب والواحد أس ماينس 2، والاثنين الواحد اللي بعده أس ماينس 3. ممتاز. دي كانت ستيج رقم 1 أو المرحلة الأولى. نيجي بقى نقول إن إيكوال، النمبر بتاعي إيكوال، أو النظام الثنائي إيكوال، أو مكافئه بالعشر إيكوال. أول حاجة لازم تاخد بالك أن هذا هو الرقم العشري اللي خرج. طب وفين الرقم الثنائي؟ فين الرقم الثنائي؟ أهو رقم الثنائي أهو.
ده رقم عشري وده رقم ثنائي. طيب نيجي بقى نشوف واحد في اتنين أس زيرو اللي هو ده، هذا واحد في اتنين أس زيرو زائد زيرو في اتنين أس واحد في اتنين أس اتنين في اتنين أس تلاتة في اتنين أس أربعة زائد ده هو، يبقى زيرو في اتنين ماينس ون ماينس تو ماينس ثري. ممتاز. عايزين ننهي اتنين أس أربعة بستاشر، اتنين أس تلاتة بتمانية، اي حاجة تنطرف بصفر تطير. يعني ايه تطير؟ يعني اي داتا بصفر انتهت، اي داتا بصفر يعني دي ماليش علاقة بيه، ولا دي ولا دي، خلاص ماليش علاقة بيه، اتمسح. تمام. طيب طالما دول اتمسحوا بالطريقة دي يبقى انا المفروض مدورش عليهم ابدا. يعني مدورش عليهم يعني ماليش اي علاقة بيه، فعلا ماليش اي علاقة بيه. طب نيجي بقى، احنا عرفنا ان دي بستاشر ودي بتمانية، اتبقى لي ايه؟ اتنين والصفر بواحد، يبقى واحد في واحد اهي. واحد في واحد بواحد. ماشي. نيجي لبعد البوينت، احنا قلنا الصفر خلاص ملناش علاقة بيها. واحد أس ماينس اتنين بربع، أس ماينس تلاتة بتم. طب خلي بالك كالكليتور. بفرض ان انت الدنيا معاك صعبة وبتشتغل يعني بطريقة ممكن تكون بالنسبة لك الى حد ما صعبة، نبص مع بعض. دي الكالكليتر، اول حزم هقول له ايه؟ واحد على اربعة زائد هذا خمسة وعشرين من مية، خمسة وعشرين من مية، واحد على تمانية يساوي. تمام. يساوي النتيجة بتاعتنا كام؟ تاني واحد على اربعة زائد واحد على تمانية، ستمية خمسة وعشرين من الف. ستمية خمسة وعشرين من الف. تاني تاني اول حاجة واحد على تمانية يساوي كام؟ مية خمسة وعشرين من الف زائد خمسة وعشرين من مية اللي هو الواحد على اربعة يساوي طبعا لان احنا اختصرناها. ممتاز. لو جينا هنا وقلنا ان اتنين اس ماينس اتنين بربع واتنين اس ماينس تلاتة بتم، عندي الاول ستاشر وتمانية وواحد بخمسة وعشرين، اذا يبقى ناتج هذا
الرقم بالثنائي هو هذا الرقم بمين؟ بالعشر. خلي بالنا كويس من الجزئيه دي. تمام، نيجي اللي بعد. يا ترى توجد إمكانية لتحويل الأعداد من النظام العشري إلى الثنائي؟ من العشري إحنا قبل كده حولنا من الثنائي للعشر، الآن هل يمكن تحويل الأعداد من النظام العشري إلى النظام الثنائي؟ أكيد. مبدئيا تحويل الأعداد العشرية الصحيحة الموجبة، تحويل الأعداد العشرية الصحيحة الموجبة. أول جزئية لازم تعملها قسمة العدد العشري على 2، قسمة العدد العشري على 2، دي أول جزئية. الجزئية الثانية باقي القسمة إما 1 أو 0 وهكذا الاستمرار حتى الانتهاء من آخر رقم. تاني، إذن لتحويل العدد من الثنائي العشري كنت بتضرب فيه 2، لكن لما هتحول من العشري للثنائي لابد من القسمة على 2. يتبقى من ناتج القسمة إما 0 أو 1، يتبقى من ناتج القسمة إما 0 أو 1. الاستمرار في عملية القسمة والباقي وهكذا. إذن لتحويل الرقم 12 من النظام العشري للثنائي، يبقى أنا هقول 12 على 2 فيها 6 والباقي 0، 6 على 2 فيها 3 والباقي 0، 3 على 2 فيها 1 والبقى 1، وهكذا. تمام؟ وهكذا بالنسبة لنفس الطريقة المتبعة في تحويل الأعداد المختلفة. يبقى 12 على 2، 6 على 2، 3 على 2، 1 على 2، وهكذا. ويكون الناتج من أسفل إلى أعلى ومن اليسار إلى اليمين. تاني، من أسفل إلى أعلى ومن اليسار إلى اليمين، يعني 1 1 0 0، وما ينفعش العكس. طب
ده بالنسبة لي العدد الصحيح. بالنسبة للعدد العشري أو للكسر العشري، عشان تحوله لمكافئ الثنائي يبقى أنت بتضرب الكسر في الأساس 2، يضرب الكسر في الأساس 2. مثال 75%، 75% في 2 ثم 50% في 2 وهكذا. اتبقى من الرقم الأول 1 لكن الرقم الثاني 0، يبقى الناتج بتاعي 75% بالنظام العشري بتساوي 0.11 بالنظام الثنائي، وهتجيب من أعلى إلى أسفل 0.11. مثال آخر 126 من 1000 2 0 252 0 504 0 3 صفار أو 008 اتبقى 1 وهكذا. يبقى الإجابة بتاعتك أن 1 و 126 من 1000 بتساوي 0.0010 من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. اللي بعده تحويل الكسر العشري إلى ثنائي. زي ما قلنا أنت بتحول العدد الصحيح بالقسمة على 2، لو في جزء متبقي يبقى 1، لو مفيش جزء متبقي يبقى 0 وهكذا. بالنسبة لي الكسر فبيتم الضرب في الأساس 2، 15 في 2 ب 30، 30 في 2 ب 60 وهكذا. المتبقي 0001 0 وهكذا. جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الثنائية. جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الثنائية. واحد زيرو واحد واحد زيرو واحد بلس واحد زيرو واحد واحد إيكوال. قول بقى النتيجة. الناتج بتاع الرقمين دول 1 1 1 مش 111، لا ده الرقم الثنائي 1 1 1 1 3 صفار. وهكذا بالنسبة لي عملية الطرح. التحويل من الثماني للعشر بنفس الطريقة السابقة. عشان تحول من الثماني للعشري يستعمل قانون التمثيل الموضعي للأعداد مع مراعاة أن أساس نظام العد هو 8. يبقى العدد الثماني 206.75
يحول إلى مكافئه العشري بهذه الطريقة. 206 الستة تاخد 0، الزيرو ياخد 1، الاثنين تاخد 2، ويتم ضرب الأساس أو يتم ضرب 206 في الأساس 8. يبقى 2 في 8 أس 2 زائد 0 في 8 أس 1 زائد 6 في 8 أس 0 زائد 7 في 8 أس إيه؟ ماينس 1 زائد 5 في 8 ماينس 2. وبناء عليه تمانية في تمانية، ما هو تمانية مرفوع أس 2 بـ64، تمانية في تمانية بـ64، أي حاجة مضروبة في صفر ملناش علاقة بيها. ثم تمانية أس صفر بواحد يبقى ستة في واحد زائد سبعة في تمن ودي معناها ان انا عندي بضرب الرقم 7 في 1 على 8 يبقى 7 اتمان زائد 5 في 1 على 64 يبقى 5 على كام على 64 يبقى 134 زائد 875 من 1000 زائد 781 من 10000 وهكذا يديني الرقم 134.953 وهكذا. ده بالنسبة لي نظام العدد الثماني أو الأكتر. هل يمكن التحويل من النظام العشري إلى النظام الثماني؟ تحويل الأعداد الصحيحة الموجبة، تحويل الأعداد الصحيحة الموجبة. لتحويل أي عدد صحيح موجب زي ما قلنا قبل كده لأي نظام آخر نفس ما سبق، القسمة على الأساس، القسمة على الأساس. انت بتحول من عشر للثماني يبقى هتقسم على كام؟ على 8. فما بقول 122 على 8 فيها ال 15، ال 15 في 8 بكام؟ ويتبقى لي كام؟ هذا هو السؤال. يلي ذلك تحويل العدد العشري، تحويل العدد العشري، العدد العشري الكسر إلى مكافئه الثماني، إلى مكافئه الثماني. أي عدد عشري قلنا إنه فيه جزء صحيح وجزء كسر، أو إذا كان كله صحيح زي 982 it's okay، أو إذا كان كله عدد عشري زي 42 من 100 مفيش مشكلة. إنما أحياناً بيكون عندك الرقم أو العدد يتضمن جزء صحيح وجزء كسر. يعني إيه جزء صحيح وجزء كسر؟ يعني زي ما ظهر قدامنا 1.2 من 10، 1.25 من 100، 18 و 22 من 100 وهكذا. طيب ال 122 نتجت من قسمة ال 982 على 8، ده الجزء الموجب أو الجزء العدد الصحيح. قسمته على 8 ادتني كام؟ 122 بس ومعايا 6. طيب ال 122 على 8 فيها الكام؟ ال 15 والباقي 2.
15 على 2 في هالواحد، واحد في 8 ب 8 وتبقى لي 7. طب واحد على 8 ما ينفعش وتبقى لي 1، يبقى معايا من اعلى الى اسفل ومن اليسار الى اليمين 6 2 7 1، 6 2 7 1، يبقى 982 بالعشر بتساوي 1726 بالسومان. ألف وكام؟ نبص عليها مرة تانية. 1726 لأنك في كل مرة بتقسم على الثماني أو الرقم 8 واللي بتبقى، طب ما تبقاش حاجة يبقى زيرو. يعني لو صادف إن أنا متبقى معايا 8 قسمتهم على 8 يبقى زيرو، خلاص تبقى خلص. خلي بالنا كويس جدا من الجزئيات دي. من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين، من أعلى إلى أسفل ومن اليسار الى اليمين، خلي بالنا كويس من الجزئيات دي. طب ومن الثماني للثنائي، الاول تحويل الثنائي الى الثماني. احنا قلنا طبعا انه عندنا اكتر من نظام، وكل نظام يتكون من مجموعه من الاعداد، وللتعرف على النظام ينبغي أخذ أساسه في الاعتبار. إذن بعد التعرف على أساس النظام والتعرف على الأرقام الخاصة به والتعرف على هذا النظام كسر أم عدد صحيح، يلي ذلك القسمة على أساس النظام الذي سيتم التحويل إليه أو الضرب في هذا الأساس للتحويل من نظام إلى النظام الآخر، وهذه قاعدة لا يمكن تجاهلها. وللحصول على الناتج النهائي موحد أو طريقة موحدة، الرقم من أعلى إلى أسفل ومن اليسار إلى اليمين. يعني اللي ظاهر قدامك مجموعة من الأرقام الثنائية، كل رقم ثنائي بيمثله رقم ثماني، هذا الرقم عند جمع هذه الأرقام بجوار بعضها يديك 1332.54 أو زي ما بنقول 54%، ده بالثماني. أما 1011010110 ده النظام الثنائي أو النظام اللي بيفهمه الحاسب أو النظام الخاص بالماشين لانجوج أو لغة الآلة. وما ننساش أبدا أن أساس النظام هو المميز للرقم الناتج. يعني النظام ده أساسه ثماني، يبقى المفروض يكون أساس النظام 8، 10 يبقى أساس النظام 10، وهكذا. طبعا بعد الاستفادة في التحويل من نظام إلى نظام آخر، يلي ذلك جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الثنائية، جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الثنائية. ولكل عملية من هذه العمليات طريقة وأداء وإجراءات، وهذا ما سنتحدث عليه في المحاضرة القادمة إن شاء الله، وأراكم على خير.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.